تسبب غلق عدد من نقاط التفتيش لساعات طويلة غربي بغداد منذ فجر اليوم حتى الظهيرة، تسبب بحالة إرباك كبيرة أثرت على حركة سير المركبات والحياة الاقتصادية للسكان هناك. أثار غلق عدد من نقاط التفتيش في المناطق الغربية من بغداد لغطا واسعا، ولد بعضه مخاوف لدى السكان من وجود تهديدات أمنية مقلقة. الأغلاق شمل نقاط تفتيش الصقور والغزالية وخنظاري في أبغريب أمام مرور المركبات مع السماح للراجلة بالعبور. رافقه حملات دهم وتفتيش واسعة النطاق في مناطق متفرقة من أبغريب شملت العناز وخنظاري وبعض المناطق حول الفلوجة، وهي عمليات تتزامن مع حملة مشابهة في حوض الثرثار بين بحيرة الثرثار وجزيرة سامراء لغاية شمال الصقلاوية. استخدمت القوات المفتشة في الحملة أجهزة كشف متفجرات حديثة وكلاب، ليدور حديث غير مؤكد من جهات رسمية عن أنها تهيئة أمنية قبل دخول الشركات الأمنية الأجنبية التي ستتولى مهمة تأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد والأردن، في وقت نقل مواطنون عن منتسبين في القوات الأمنية أن مفخخة كانت تهدد بغداد من الجهة الغربية. حالة من عدم الارتياح للوضع الأمني بشكل عام تسود بين البغداديين، وخصوصا الساكنين في أقضيتها التي تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد مقرات بعض فصائل الحشد الشعبي الأساسية، والتي بدأت مؤخرا بإعادة نشر أفرادها العائدين من القتال في سوريا، وتفاديا لاحتمالية احتكاكهم مع السكان في المناطق الجنوبية من بغداد والعراق تزج بهم إدارة الحشد الرسمية في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، إذ يروي السكان مثالا لذلك وضع سيطرة تسمى السكنية بين الفلوجة والصقلاوية، تمسك بها الفرقة 14 جيش عراقي مع سرية من كتائب الإمام علي، إذ يعتمد مرور السكان من هذه النقطة على مزاجية القوة الحشدية، وإن كان العابر من هناك مواطنا مستوفيا لكل الشروط والاعتبارات.